قوة الجوية والشرطة والطلب. كرة النقل الوسط لامين سامني، عيدها لديار ياخي، أحمد خالد جهة اليسار، نوروز خلاص نهاية الشوط الأول، دقيقة واحد تقريبا خمس دقائق، يعني توقفنا من خلال احتساب لركلة الجزاء وتوقفنا أيضا حالة كرة النقل اللي محمد سامي للأمام، محمد سامي قطع من حارث فلا وأيضا أحمد ناجي اللي بدأ يلعب على يتبر الأمام، تغطية من نجم شوان، نجم شوان لاعب الزوراء السابق. كرة النقل الوسط محمد سلام، تلاحظ يهاجم لاعبين خمسة إلى ست لاعبين موجودين في ملعب الكهرباء. كرة تبعد إلى خارج الملعب، رمية جانب، مدرب نوروز هو من أوصل الفريق وموسم ثالث هو مدرب في دوري الكبار ولكل حتى الآن تاسع فوزة عاشر عذرا فوزة سيحاول أن يضاعف النتيجة قبل النهاية للشوط الأول، لكن وصلت لحارس المرمى هذا سيفان عمر، حاول أن يلعب كرة مقصية سيفان عمر، لاحظ المقصية لسيفان عمر لعبها بكرة مقصية لكن وصلت سهلة لحارس المرمى عمار علي. عمار علي أياد زاحم، أياد زاحم خمس دقائق كوقت محتسب بدل ضاع للشوط الأول من لقاء الافتتاح للجولة الثامنة لدوري نجوم العراق. كهرباء ضيفا على نوروز في ملعب السليمانية، وأصحاب الأرض والجمهور يتقدم بهدف على حساب الكهرباء عن طريق محمد سامي. كرة الوسط الآن نوروز، نوروز أحمد محمود، أحمد جهة اليسار، محاولة سيفان داخل منطقة الجزاء لكن سهلة لحارس المرمى عمار علي، حارس المرمى عمار علي، عمار علي هذا هو سيفان عمر، حاول يهيئ كرة داخل منطقة الست ياردات لكن بعيد كان اللاعب والمهاجم النيجيري إبراهيم توموا، لاعب ومهاجم فريق نادي نوروز وهداف نوروز بأربعة أهداف بعد علاء الدالي السوري مهاجم نفط ميسان بستة أهداف، محمود خليل يليه مهاجم الكهرباء بخمسة أهداف، واللاعب إبراهيم توموا مهاجم نوروز بأربعة أهداف. كرة الوسط الآن نوروز، محمد سامي هل يسدد لكن بعيدة كرة محمد سامي إلى خارج الملعب لركلة مرمى، لركلة مرمى لصالح الكهرباء، هذا هو إبراهيم توموا، هدفين على أمانة بغداد وهدفين على كربلاء. ولي أكيد هو غير راضي على تسديد محمد سامي، يسددها من مسافة بعيدة ومرت إلى خارج الملعب. ركلة مرمى عمار علي، عمار لؤي يطالب لاعبي تقدم للأمام، تقدم للأمام، ترك الدفاع والتحفظ وبعد ذلك ممكن التقدم للأمام والبحث عن خط الهجوم اللي من الممكن يعدل النتيجة، لكن أعتقد كهرباء تنقل الوسط، مرتضى هديب جهة اليسار داخل منطقة الجزاء وعمار علي من أمام اللاعب إبراهيم توموا، الوسط محمد سلام شافيو ماموني، هجوم الآن الكهرباء أنايل بارقة
كاميروني. اوه هناي البارقة اضاع فرصة وبالتالي هناي البارقة يبحث عن وجوده في هذه المباراة، يبحث عن وجوده كمهاجم مع الكهرباء. سجل في مرمى الميناء اللي فاز من خلال الكهرباء على الميناء 3-1. كرة النقل أمامية داخل منطقة الجزاء. إبراهيم تومو لا زال يحتفظ بالكرة. تومو عيد الوسط أحمد محمود إلى مرتضى، هي كرة قريبة لمنطقة الجزاء. محمد سامي عيدة أو سيفان، محاولة تستمر. أحمد عملية تغيير اللعب لجهة اليسار لأحمد خالد. أحمد خالد يحاول هي الكرة للأمام لكن يضطر للعودة. لاعبي فريق نوروز من أجل سحب لاعبي الكهرباء للأمام. كرة النقل لامين سامني، سامني لأحمد محمود. كرة أمام منطقة الجزاء وحكم المباراة يشير لاستمرار لا وجود لخطأ. ستار ياسين كان يطالب بخطأ. خلاص ثواني قليلة تفصلنا عن نهاية الشوط الأول. كهرباء يتأخر أمام نوروز بهدف لا شيء. إن شاء الله بالسلامة لستار ياسين لاعب وسط فريق نادي نوروز. يشكو من إصابة. نوروز أربع مباريات طبعاً كلين شيت. مباراة الزوراء مرماه لم يستقبل هدف، وفي مباراة أمانة بغداد أيضاً لم يستقبل هدف، ومباراة كربلاء لم يستقبل هدف، ومباراة الميناء لم يستقبل هدف. يعني أربع مباريات فريق نادي